تتابعون في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع مسيرات جديدة في جمعة الشهداء والأسرى، فما دلالات استمرار مسيرات العودة الكبرى بهذا الحضور القوي؟ وهل ثمة أهداف وآفاق يتطلع الفلسطينيون لتحقيقها؟ وفي زهرة المدائن آثار الحضارة الرومانية في مدينة القدس المحتلة، كما تتابعون في حكاية مدينة بيت لحم، بيت الخبز أو مدينة السلام.